welcome back to our YouTube channel. أول قناة تتكلم بأربع لغات: عربي, إنجليزي, تركي, روماني. Today I'm going to be sharing with you guys my experience with the tongue piercing, اللي هو piercing اللسان. وما تنسوا إذا حبيتوا الفيديو please اعملوا like وسبسكرايب. Let's start. أنا عملت tongue piercing من تقريبا 6 أشهر. عوار البيرسينج كان أول 5-7 أيام. والبيرسينج أصلاً هو بيلتئم لحاله تدريجياً من 5-7 أيام. أهم خطوات اللي أنا عملتهم هو أخذت كورس مضاد حيوي لخمس أيام، كنت عم استخدم غسول الفم. هلأ بعد 6 أشهر حبيت أني غامر وغير التان بيرسينج تبعي. هلأ ممكن يكونوا أنتم مصدومين أنه كيف صار لي 6 أشهر بعد ما غيرت البيرسينج. But to be completely honest with you guys, I've been scared, but I'm gonna do this. We're gonna do it together. So guys, أنا هغير التانك بيرسينج لهذا التانك بيرسينج الشفاف. الهدف من هذا البيرسينج هو إذا I'm uncomfortable with other people seeing my piercing, إذا ممنوع بالجامعة ولا بالشغل, ممكن غير لهذا البيرسينج الشفاف. Guys, I did it. I changed my piercing بعد 6 أشهر and I did it all on my own. Thank you على المتابعة and for your support. We'll see you in the next video.